أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما وعدتكم ونزولا عند رغبة بعض الأمهات، كاين اللي اتصل بي عبر الهاتف وكاين اللي خلى لي تعليق مشكور، شكرا جزيلا لهم جميعا. حطوا لي بعض الكتب اللي ولادهم كيستعملوهم، وانا كنوعدهم وعد صريح انني غادي نوجد لهم جميعا كاملين بهم فيديوهات خاصة بالمقررات دوليداتهم. غنبداو على بركة الله بالمقرر الاول اللي حطوا لي له الاسم ديالو، وهو المنير في التربية التشكيلية للمستوى الثاني. ها انا كما وعدتكم جبت الكتاب وغادي نبدا معكم الدرس الاول باذن الله. قبل ما نبداو كنتمنى وكنترجاكم انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتشاركوا هاد القناة هذه الرابط ديالها مع الناس اللي كيقراو مع وليداتكم وداكشي، باش كلشي يستافد تعم الفائدة. وكنأكد بان القصد من هاد القناة هذه ماشي الجميع ديال اللايكات ولا الجميع ديال المشتركين ولا الجميع ديال المشاهدين، بقدر ما هي قناة تربوية. يعني القصد منا ان وليداتنا يتعلموا فقط ليس الا. اذا الدرس الاول من دروس التربية التشكيلية لهذا المستوى هذا، عندك المضمون الاول هو دعم مكتسبات التلميذ السابقة وتقويمها. ما معنى دعم مكتسبات التلميذ السابقة؟ يعني اللي قرا العام اللي فات. وعندكم الهدف الفني هو المهارة في تصرف التلميذ في مكتسباته السابقة، يعني ديك التلميذ يصرف او يستخدم ديك المكتسبات اللي تعلم العام اللي فات في التحضيري. والهدف هو اعداد وتهيئة التلميذ لدروس برنامج السنة الثانية. بمعنى هذا الدرس الاول، الدرس الاول كيعتمد على النقط والخطوط. هانتي نقل لك الاحظ واحلل، لاحظ الصور ها هما، لاحظهم باش تشوف الدرس اللي ولا التمرين اللي مطلوب منك. بكل بساطة قال لك ارسم عدة نقط مختلفة في اوضاعها وحجمها، ثم ارسم عدة خطوط بيدي مستعملا قلم الرصاص او قلم اللبد او الاقلام الملونة. سهل الدرس بزاف، بمعنى انني غادي نشبر القلم، اما قلم اللبد او الاقلام الملونة او قلم الرصاص، وغادي نرسم النقط المختلف الاحجام ديالها. لاحظي هنا بنتي او بني بان هما ما قالولكش اش من لون تخدم، انا غادي نبدا لكم باللون البرتقالي. لاحظ شنو غنعمل، لاحظ شنو غنعمل، غنشبر الورقه ها هي وغنعمل نقيطات. تبع معايا مزيان وليدي، تبعي معايا مزيان بنتي. ها النقطه الاولى هذه غنعملها كبيره، غنعمل واحدة هنا كبيرة. معرفتش واش كيبان لكم هاد اللون هذا، معرفتش واش كيبان لكم هاد اللون هذا. الا بغيتو نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان، ها اللون ها هو، شفتوه؟ يعني غادي نعمل بزاف ديال الدوائر، النقط كبيرة صغيرة، المحق مختلف الاحجام والاشكال. ممكن نعدلو قدام بعض وممكن نعدلو بعادين من بعض، وما قالوا لي شي، ما قالوا لي شي شنو غنعمل اصلا، قالوا لي غير النقط. ارسم عده نقط مختلفه في اوضاعها، يعني ماشي مرتبه، والحجم ديالها يعني شي صغير شي كبير. تفهمنا وليداتي؟ فعلى هذا الشكل هذا. وغادي نجيب مثلا، دابا انا غير كنوريكم، انا غنجيب البني، غنجيب البني وغادي نشرك لاحظوا الشكل شنو غيطلع معايا بحال هكذا. وممكن نجيب خطوط اخرى ونجيب ونعمل دوائر اخرى. ممكن نعمل هيدا، بحال هكذا. لاحظتوا
معايا الاشكال وليداتي انا ممكن نخدم كما بغيت. انا غادي نعمل لكم الانواع والاشكال كما حبيت، وانتوما عاود عدلوها بالالوان اللي بغيتو، ماشي ضروري يكون برتقالي او البني، ماشي ضروري يا وليداتي، عادي عملوا اللي يرشق لكم. جميع الالوان اللي بغيتو تعملوهم عملوهم. انا عندي واحد الهدف باش استعملت هاد النقيطات هادو، ما بغيتش يجي عمل بدون معنى، يعني فقط النقط والدوائر او الخطوط والنقط، بغيت نوصل واحد الفكره. هانتوما تشوفوا شنو غنعمل، غنشبر هاد الخطوط باللون البني وغادي نغلطهم. لاحظوا معايا، اوبس قطعت الورقه، هي سكتوا قولوها نحد. نتحمس خصني نوريكم، ما كنبقاش شي مرات ما كنبقاش نرد بالي اش كنرون. المهم بحال هاد الفكره هادي غادي نعوض واحد الدوار انا خسرته هنايا. لاحظوا مزيان، اش كتشوفوا مزيان شنو غنعمل؟ غنجيب اللون الاخضر، شوف غنجيب اللون الاخضر، شفتوه؟ غنجيب اللون الاخضر وغادي نعمل الاوراق. فكره انهم ما قالوا لي شي شمن الوان نخدم بحال هكذا، وغنكملها كامله هكذا، وغنرجع عندك البني الاولاني وغادي نعمل هكذا. لاحظوا شنو رسمت، لاحظوا شنو رسمت، شوفوا شنو رسمت، شنو رسمت. احسنتم، رسمت الشجره هنا. شفتوا؟ ايوي رسمت الشجره. اذا غنكون استفدت من الدرس ديالي وخرجت منو حويجه مزاونه. وممكن تشوف ماشي تبقى هيدا خاويه، بغيتو تزيدو زيدو، ممكن تزيدو كتار من هيدا حتى تشعب هاد الشجره وتولي فيها بزاف ديال التينات. تمام مانا الا بغات تعدل العصير تجبر باش تعدلنا العصير. فوالا كوم سا. قول لماما انا رسمت لك الشجره اجي عمل لي العصير ديال اللتين. ما تقوليش اللتين ما كاينش، احنا عدلنا لك غرسنا لك شجره في الدار. ها جميل جدا كيجي. لاحظوا ممكن نكثر فيها بزاف، وممكن نستعمل جميع الانواع الاخضر الا بغيت. نزيد لهنايا، نزيد لهنايا، نزيد لهنايا، وهنايا وهنايا، وبهذا نكون غنكون احترمت، غنكون احترمت لو برينسيپ، غنكون احترمت الفكره اللي عطاوني، السؤال اللي عطاوني، وفي نفس الوقت خرجت عمل جميل جدا. اللي ما فهمش يتركها لي في التعليق، قول لي استاذ انا ما فهمتش، نعاود له، ما عندي حتى شي اشكال. هذه ممكن تستمروا فيها بهذا الخضيدر هذا، وممكن نخدموا خضيدر واحد اخر مثلا باش كتعطي واحد الجماليه، غيجيو واحد المنظر جميل جدا. وطبعا وليداتي اي حاجه غتعملوها الا وغتجي جميله بزاف، يكفي انكم عدلتوها بيدكم، هذاك هو قمه بالجمال وقمه ديال الابداع. شوفوا انايا عملت واحد الدواره هنايا، شفتوها؟ هذه زعما فهمتوا كيفاش دابا، بحال شي شجره قطعناها، فهمتي؟ وهذه انا لونتها من هنايا، تكيت على الملون هنا باش عطاني الظل، وهنا غير خففت هذه، عملت لها غير هايدا، وجبت هذه هايدا فقط لا غير. لاحظتوا عملت الخطوطات في الاول، ومن بعد غلطتهم بالبني وعطاوني هذا العمل هذا، وكنتمنى من الله انه يعجبكم. عمل سهل جدا، انا عملت النقاط مختلفين وشركتهم بالخطوط،
قسمت عده خطوط وشركت النقط ديالي وخرج لي هذا العمل هذا. شوفوا نتوما شنو ممكن مثلا يخرج لكم، ممكن يخرج لكم شجره، ممكن يخرج لكم مثلا شي حيوان غريب، ممكن يخرج لكم شي عمل فني يعني تجريدي، يعني بحال هذا الشيء هذا كيكون هذا كيتسمى عمل فني تجريدي. نتوما كيفاش خرج لكم العمل ديالكم، وريني شنو كيبقى انكم تحترموا فقط شنو كيقول لكم السؤال بمعنى النقط والخطوط. كنتمنى تكونوا استفدتم الدرس الاول، وكنوعدكم انني في خلال هذا الاسبوع هذا غنوجد لكم الناس اللي تاخرت عليهم بهذا الكتاب هذا. انا في الحقيقه ما عمري عرفت بان كاين واحد الكتاب ديال التربيه التشكيليه هذا الثاني سميتو المنير، ديما عندنا ديك الطويل هكذا هذا الثاني، يعني انا بيدي حتى ولادي ملي قراو في الثاني كاملين بهم قراو في ديك الطويل. هذه اول مره، وكنشكر جزيل الشكر للام اللي صيفطت لي الاسم ديال الكتاب ديال ولدها. هذا دليل على انها حريصه كل الحرص على ان ولدها يتعلم ويتقف راسو ويكون انسان ناجح. وكنشجع هاد الامهات هادو، وكنشجع جميع الامهات اللي كيبذلوا المجهود كبير مع وليداتهم. الله يوفقهم والله يخليهم دائما فوق راسهم ساكن، يوريهم الطريق ويعلموهم سواء كانوا قاريات ولا ما قرياتش. الامهات كيبقاو امهات كيف كانت كما كانت الصفه ديالهم، وكيبقاو تاج على رؤوسنا واقدام نقبلها ونحترمها. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.